النهاردة بنكمل حلقات الشعر وازاي نهتم بشعرنا. زي ما قلنا اخر مرة، احنا لما بنلاقي عدد الشعر اكتر من 100 شعرة والدكتور بيبتدي يفحص شعرنا ويلاقي فيه مشاكل. اول مشكلة زي ما قلنا ممكن يبقى نقص الحديد، فبنعمل سيرم فيريتين. تاني مشكلة واللي بقت زايدة جدا اللي هي تساقط الشعر الوراثي او السلع الوراثي، سواء في السيدات او في الرجال. نعرفها منين او نشخصها ازاي احنا كده في البيت؟ لما نعمل فرق في شعر من قدام لورا، هنلاقيه الفرق من قدام واسع وبيبتدي يضيق زي شجرة الكريسماس. شجرة الكريسماس دي حاجة مهمة جدا ان هي تشخصي ان انا عندي صلع وراثي او هيبتدي يجيلي صلع وراثي، سواء بنات او سواء رجالة. طبعا الرجال نسبة الوراثة فيهم عالية جدا، فلازم يبتدي من بدري. اول ما يبتدي يحصل دوت ياخد علاجات، بيجي للدكتور. في دلوقتي لسيونات كويسة جدا، حاجات جديدة زي ما سمعنا، في المينوكسيديل 10%، وفي بره في امريكا واخد FDA approved لحد 15 و20% في كندا، فده بيدي نتيجة كويسة قوي، بيطلع معاه شعر، بيطلع شعر. لما نيجي نسحبه ما نسحبوش قبل سنة او نبطله قبل سنة، ونبطله بالتدريج لان ستيل الوراثه موجوده عندنا. لما الدكتور بيقعد قدام العيان ويشرح له يقول له انت ليه مش هتبطله، او ليه انت لو بطلته شعرك هيقع، لان الوراثه موجوده عندك انت، ما فيش علاج للوراثه، لكن بتبقى في اوجها في الفتره دي. ولما اجي اسحبه هدخل حاجات تجميليه مكانه. في عندي بالنسبه للسيدات انا مش بقدر قوي اديهم ده، بديهم لسيون تاني، وده المفاجاه واللي هنتكلم عنه الحلقه الجايه.